في عجاله كده نعمل العصير بتاعنا ده كده، عصير الجوافه، ونشوف مقاديره على الشاشه بسرعه، مش هياخد مني منت. جوافه، عسل نحل، الخلاط اخباره ايه؟ هو ده تمام. والمقادير على الشاشه، جوافه، عسل نحل، ده اساسي، وليمون وتلج، وطبعا اضافه اللبن، الشيف المغازي بيحبه من غير لبن، انت حط براحتك. ادي التلج بتاعنا زي الفل اهو، ها معنا اللبن. يا صوت اللبن وهو نازل على التلج بيوجع القلب. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بس اسمعوا، انا بحب اللبن المغلي، لما المدام تعمل له عصير لازم اللبن يتغلي وبعدين يبرد، ده مهم جدا. العسل نحل، ويجعل ايامنا كلها عسل ان شاء الله، واللي جاي حلو باذن الله. خلي عندنا كده تفاؤل وامل اهو. ننزل بالجوافه الحلوه، جوافه بقى تشيل البذر منها. اللي بيضايقني ايه بقى؟ اكون بشرب عصير جوافه وتحت اسناني بابور زلط اللي هو البذر بتاع الجوافه. جوافه متشاله منها. حاضر حاضر، اسمع الكلام. اجيب الجوافه اللي نزلت دي هنا كده زي الفل في قلب الخلاط. يا ويلي، يلا مع السلامه. بس خلص الكلام. ليه اشرب مياه غازيه واشرب الحاجات اللي موجوده في السوبر ماركت مع اكله حلوه زي دي كده؟ يا اما لبن رايب، يا اما عصير جوافه زي اللي انا عامله، للامانه يعني. وده مهم جدا، بيساعد على الهضم ومفيد كمان. يا صبابين العصير ما شاء الله حافظين، زيدوا ايه؟ زيدوا حالاته. الف هنا وشفا، ده بتاعي انا بعد ما اخلص خليه انا. المنسف، الروز صلات، المنسف ده موسوعه، ده انا عايزك يا شفيق تتصور كده وايه الحكايه والتفاصيل بتاعته، مدرسه. ومعانا طبعا عصير الجوافه يساعد على الهضم، وقيمه غذائيه عاليه جدا بتواجد العسل فيه، ويجعل ايامنا كلها يا رب ان شاء الله عسل. رؤيه، فن، ابداع من كل دول العالم، بنشوفه على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.